نرحب فيكم، ألف مبروك الانتصار. المباراة حتى لو كانت يمكن أمام خصم كان جدا ممتاز في الفترة الأخيرة، لكن حسستون أن المباراة كانت سهلة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الألف ألف مبروك لجمهورنا اللي حضروا وجماهير نادي الاتحاد. الحمد لله اليوم قدمنا مباراة كبيرة، ما في فريق سهل. شفنا لعبنا شوط أول قوي مرة اللي قدرنا نسجل فيه 3 أهداف ونستحوذ على مجريات المباراة. تعليقك أنت الأول هارون على المباراة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء الحمد لله على هذا الفوز. لعبنا قدام فريق محترم والحمد لله سوينا اللي علينا وفزنا بثلاث نقاط. إيش رأيك في هدف هارون اليوم؟ والله ما شاء الله معلم، حطه بالهداوة. طيب إنك تغيب فترة وتسجل الهارون أكيد إنه يكون دافع بالنسبة لنا. أكيد يكون دافع إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. مد الله أيضا فترة طويلة ما تلعب أساسي، لعبت أساسي مع الفريق برضو وانت تنتصر في مباراة، وزي ما قلت كان شوط يمكن من أفضل أشواط النادي هذا الموسم. بالعكس ما في شك أنه أي لاعب يحط المدرب في التشكيلة يسوي اللي عليه. اليوم شفنا كمارة، شفنا لعبتنا الحمد لله. إذا بغيت تحقق دوري أو تنافس على دوري وتحقق بطولات لازم يكون عندك البديل جاهز ومستوى الأساسي. الحمد لله اليوم أنا وزملاء اللاعبين كمارة وزكريا وجميع اللاعبين بدون استثناء قدرنا نكون قد الثقة الحمد لله. دائما في حديث أن الجمهور في عتب حتى هو متصدر حضور الدوري، لكن مو الأرقام، يمكن حضور الجمهور أكثر من كذا يحضر، لكن المحصلة اليوم الاتحاد متصدر حتى لو مؤقتا، حتى يمكن مباراة النصر تحدد استمرارية الاتحاد ولا بعد 14 جولة أنتم متصدرين. كيف شايف الوضع الفريق؟ والله الأمان إن شاء الله نرضيهم بكأس السوبر بإذن اللي ما نأمت عينه. تعليقك الأخير؟ أبد. يعطيكم العافية. شكرا مد الله العليان وهارون كمان.